كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى جلاله الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان بضحايا الزلزال الذي ضرب جزيره كيوشو جنوب غرب اليابان. وعبر سموه في البرقيه عن خالص تعزيه ومواساته لجلالته واسر الضحايا والشعب الياباني الصديقة متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل كما بعث سموه بعث برقيتي تعزية مماثلتين الى كل من سمو الامير ناروهيتو ولي عهد اليابان ومعالي السيد شينزو ابي رئيس الوزراء الياباني